يسعد مسيكم. الله جميل ويحب الجمال، وما في أحلى من الجمال، وخاصة إذا كان طبيعي. بس أمرار الشخص بيضطر أنه يلجأ لعمليات التجميل، وخاصة إذا كان في تشوه بوجهه أو بشكله. فأنا نعم مع عمليات التجميل إذا عن جد بيتطلب الأمر. وكمان في كتير أشخاص عنا بيشتغلوا بمجال الإعلام والتلفزيون، فكتير عملوا عملية تجميل لأنه عن جد كانوا بيضطروا أنه يعملوا عملية تجميل. بس أنا ضد كل شخص، بيعتبر أنه عمليات التجميل هي موضة ولازم ينفذها. مثل امرأة قاعدة ببيتها لقيت حالها شوي سمينة، فبدل ما تروح تعمل رياضة بتروح تعمل شفط. فأنا ضد هيدا الشيء. أنا دايما مع الطبيعة وأنه الواحد يعمل المستحيل قبل ما يعمل تجميل. شكراً.